هنشتغل على كل الملفات وهنكمل ملف عودة الجمهور. احنا كان اول ملف اشتغلنا عليه الموسم الماضي، واحنا زي ما دايما بنقول مفيش كرة من غير جمهور، واحنا ده هدفنا. متأكد دايما ان الجمهور المصري ان شاء الله هيلتزم بالروح الرياضية وهيقدم الشكل اللي يليق بالجمهور، لان هو ملتزم معانا وفي شراكة وعليه مسؤولية كبيرة في انه يساعدنا ان احنا نقدر نزود مع الداخلية ومع الجهات المعنية الاعداد. الحاج عامر يعني ما ترشحش، هو عنده رغبه انه ما يترشحش في مجلس اداره الرابطه وهيبقى في مجلس اداره الاتحاد، ولكن طبعا في تنسيق فيما يخص المسابقات واشرفه عليها. الحاج عامر دينامو الرابطه الموسم اللي فات، والحقيقه يعني دايما متواجد معنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله المسابقه هتم. يمكن في كان سلبيات في المسابقه الموسم اللي انقضى ده، النتيجه ان احنا بدانا متاخر جدا نتيجه المسابقات الافريقيه وبطوله كاس امم، كل الحاجات دي ما اعتقدش ان الموسم اللي جاي هنشوفها. بنقول ان الرابطه دي بصراحه انا كنت مع بدايه مشاركتي فيها فكنت واخد الموضوع عادي، يعني انت اشتغلت في اتحاد الكره سنين طويله، لكن شفت اعضاء الرابطه اللي موجودين، انا بصراحه بتكلم بمنتهى الصراحه جداد على الاداره الرياضيه في اتحاد الكوره، لكن كان عندهم طموح غير طبيعي من احمد دياب، من كرئيس الرابطه، من عماد، ناس بدون القاب يعني، دكتور شريف صالح، كانوا اول مره يجوا اتحاد الكوره او يشتغلوا في منظومه اتحاد الكوره، لا اضافوا اضافات غير طبيعيه وكان عاملين شكل الرابطه. الحمد لله احنا بدانا كبدايه، احنا صحيح راضيين عنها لكن مش بالرضا الكامل، لان احنا كان عندنا احلام كبيره قوي واحلامنا اكتر من اللي عملناه، فان شاء الله مع الاستمرار هنحقق اكتر باذن الله. كان بدانا متاخر، كان في توقفات كتير جدا جدا الموسم اللي فات وبطولات دوليه كبيره كتير، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل موسم كويس وننتهي في المده اللي قلنا عليها. لكن المره دي ان شاء الله هنحاول بخصوص شكل المسابقه، ممكن يكون مطروح دراسه تغيير شكل المسابقه بحيث ان احنا نستثمر وقت شويه يكون اقل شويه، بحيث ان احنا ننهي بدري ويكون كمان في منافسه قويه بالشكل الجديد. لسه بنشوف يعني هنعرض على الانديه ونشوف وهنتناقش مع بعض ان كان نمشي زي ما احنا كنا ماشيين او بشكل جديد. كل ده ان شاء الله مطروح في الدراسه.